بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته. سؤالكم وجيه جدا وجميل، وله أبعاد دينية وأبعاد سياسية. الماسونية هي رمز الشيطان وعينه الذي يرى مصلحته الوحيدة، وهذا الشيطان أعد لنفسه ناس. هؤلاء المحفل الماسوني تأسس قبل المسيح ب65 عام أو 70 عام، من ناس لهم علاقة بالشيطان وقريبين جدا، مثل ما نحن المتقي يرى الإمام الحجة رؤيا العين، والمؤمن يرى بعين الله. الذي يزداد شدة في الكفر والولاء للشيطان، الشيطان يتجسد له بصورة آدمي، بصورة جني، بصورة عدة، فيعرف ربه إنه هذا الشيطان. المحفل الماسوني يصل إلى درجة مرعبة من الولاء للشيطان، فيتجسد له الشيطان بعدة أشكال، منها بشر، منها رئيس، منها وزير، ويعرف عن نفسه بالغاز لا يعرفها إلا من يدخل المحفل الماسوني. الماسونية شعارها السيطرة على العالم وإبادته، وعلى نظرية شنو الفتن والمشاكل، وعلى رؤية الاقتصاد وتهديمه وجعل الناس أسرى إلى الدولار. لماذا الدولار؟ الدولار مكتوب ثقتي بالله، الله يعني الشيطان عندهم، لأنه عين واحدة، فأين لا ترى أمريكا إلا مصلحتها وهي الأعور الدجال. الممثل الآن الشرعي والحقيقي كانت بريطانيا للمحفل الماسوني، الآن أمريكا تمثل المحفل الماسوني بعد أن عجزت بريطانيا وأصبحت مضمحلة وأصبحت عجوز شمطاء. أتت أمريكا حديثة النشأة اللي صار لها 400 سنة من النشأة، تمثل الماسونية بكل معنى الكلمة، فهي لا ترى إلا مصلحة واحدة، تدمير العالم من أجل أن تبقى الماسونية المتمثلة باليهود. الماسونية هي اليهود، لأنهم يقولون نحن ورثة العالم كله، والعالم عليها أن يصبح عبيدا عندنا، ولذلك يعتبرون نفسهم شعب الله المختار. الماسونية بعدة أشكال تسيطر على الأذكياء في العالم، على المواقع جوجل، على موقع الأنترنت، على الصناعات الخفية، على صناعة النجوم، على حرب النجوم، على المرئيات، على كل ذكي يصل ذكاءه إلى حالة غير طبيعية لابد أن يكون حصتهم، وإن لم يكن حصتهم يفشل بحياته ويندثر، إلا المؤمن والصابر والمحتسب ممن كان مؤمن بالله واليوم الآخر. لذلك الماسونية كبيرة جدا، ننتظر الوصول إلى الهدف الأعلى لقتل الشيطان المتمثل بالماسونية. ما هو الشيطان؟ فلان يقال والله يحركه الشيطان، النزعات، الحالة النفسية، كل هذا تمثل الشيطان. ولذلك نقول للناس إن الماسونية ليس رجلا، بل هو دولة متكاملة الأطراف، لها أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، يتحكمون في كل البشر، والآن أصبحت دولة العرب من المحيط إلى الخليج أسيرة عندما ينصبون علينا ساداتنا من الدين، وينصبون علينا ساداتنا من الرئاسات، وينصبون علينا سادات من كبارنا، ولذلك لا نشعر بأنهم ماسونية تقود، ولهذا الأمر قيادتها خفية ومرعبة، يمثلون رجال الدين سنة وشيعة مسيح، كل هذا تحت غطاء الماسونية بأشكال متعددة. لذلك احذر الماسونية، ومن كانت له بصيرة وإيمان مطلق يقينا سير الماسونية على شكلها المرعب والمؤذي والمتمثلة للشيطان. إن شاء الله مرة أخرى سألتقي بكم على سؤال آخر أجيبكم عليه.